أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. بداية لاحظنا الارتفاع في عوائد السندات الأمريكية لآجال مختلفة بالإضافة إلى استمرار تحقيق مؤشر الدولار والدولار تحديدا مستويات إيجابية، وذلك مدفوعا بالقرارات المتوقعة من البنك الفيدرالي الأمريكي. ماذا عن التوقعات لهذا الأسبوع تحديدا مع حالة الترقب لمعدلات التضخم؟ بالفعل ارتفعت عوائد السندات الأمريكية ليتم تداول عوائد السندات هذا اليوم بالنسبة لسندات أمد استحقاقها 10 سنوات فوق 1.9%، وهذا يعني تداولها عند أعلى مستويات منذ كانون الثاني عام 2020، واستفاد بشكل طفيف الدولار الأمريكي من هذا الارتفاع في عوائد السندات. الارتفاع في عوائد السندات يعكس للأسواق توقعات الأسواق المالية في أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة هذه السنة، وربما سيبدأ بالفعل برفع الفائدة منذ شهر 3 المقبل بمقدار 25 نقطة أساس. بالنسبة لهذا الأسبوع من الممكن أن ينتظر المتداولون بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، فكما نعلم بيانات الأسبوع الماضي أظهرت تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي من ناحية قطاع الخدمات وكذلك الصناعات التحويلية، لكن في نفس الوقت سيبدأ الآن المتداولون بتقييم استمرارية ارتفاع التضخم، خصوصا مع استمرار الارتفاع بأسعار النفط. بالتالي هذا الأسبوع قد يشهد الدولار تذبذب لحين صدور هذه البيانات يوم الخميس المقبل، لكن بشكل عام يبدو أن المتداولين حاليا يعيدون تسعير الدولار مع توقعات بأن تحدو عدة بنوك مركزية أخرى حذو الفيدرالي الأمريكي في التوجه لرفع الفائدة، وفعلا بدأ بنك إنجلترا المركزي برفع الفائدة، وهذا ما قد يترك الدولار في قليل من التذبذب مع ميل للانخفاض حتى صدور بيانات التضخم يوم الخميس. نعم، يعني تحديدا سركيس فيما يتعلق بقرار بنك إنجلترا، ويعتبر أول بنك يذهب إلى رفع أسعار الفائدة في هذا العام، والمركزي الأوروبي أيضا تحدث عن تثبيت لأسعار الفائدة، لكن مع يعني لهجة تجديدية مستقبلية فيما يتعلق بأداء الأسواق في أوروبا. كيف نتوقع تحركات اليورو في ظل هذه المعطيات مع الارتفاع الحاصل في معدلات التضخم؟ صحيح، البنك المركزي الأوروبي ثبت أسعار الفائدة، لكن التغير الكبير في سياسات ونهج البنك المركزي الأوروبي كانت في تغير التوقعات. كنا سابقا وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون أن يثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة طوال هذه السنة بل أيضا العام المقبل، لكن مع الارتفاع الكبير في معدلات التضخم لأعلى من 5%، بدأت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بالتلميح إلى أنه قد يكون هنالك تشديد السياسة النقدية، والتوقعات أصبحت الآن بأن يقوم البنك المركزي برفع الفائدة قبل نهاية هذه السنة. بالتالي الانخفاضات القوية التي شهدها اليورو مقابل الدولار الأمريكي سابقا تشهد الآن مرحلة من إعادة التسعير. قد يبقى اليورو بالفعل ضعيف بعض الشيء أمام الدولار، لكن في نفس الوقت هذا الضعف قد يكون أقل مما كان سابقا، وهذا ما سبب الارتفاع الكبير نسبيا في اليورو مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي ليتم تداوله عند دولار و14 سنت، وهذا الأسبوع من المحتمل أيضا أن يستمر اليورو بارتفاعه. طبعا هذا بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة يوم الخميس، لأنها قد تكون بيانات مؤثرة على الدولار، وبالتالي قد يتأثر سعر صرف اليورو أمام الدولار بهذه البيانات الاقتصادية. نعم سركيس، فيما يتعلق بالتأثيرات الجيوسياسية التي أثرت على أداء الأسواق، هل تم تحييد يعني الأثار وأيضا أثر فيروس كورونا من الأسواق وارتفاع ويعني نمو أداء هذه التأثيرات على الأسواق العالمية تحديدا في سوق العملات؟ الآن بالنسبة للتوترات الجيوسياسية وتحديدا في شرق أوروبا، هذه التوترات الجيوسياسية أثرت في تحركات أسعار النفط، ونحن نعلم بأن أكبر محرك للتضخم هو أسعار الطاقة، بالتالي كان هنالك تأثير بالفعل لهذه الأنباء على أسواق العملات والأسواق المالية بشكل عام. لكن الآن نحن في مرحلة جديدة من المحادثات الأمريكية مع إيران العضو في منظمة أوبك، وهنالك من يعتقد بأن هنالك احتمال للتوصل لاتفاق، وهذا يعني
إضافة 1.3 مليون برميل إلى الأسواق بشكل يومي. بالتالي انخفض تأثير التوترات الجيوسياسية التابعة لروسيا وأوكرانيا، مما خفف من حدة التوتر في أسواق العملات. أما بالنسبة لمتحور أوميكرون، لاحظنا بعدم وجود إغلاقات شاملة إن كانت مكانيا أو زمنيا، مما خفف مخاوف الأسواق بحصول تدهور اقتصادي مرة أخرى. بالفعل هنالك تأثيرات لأوميكرون ظهرت على شكل تباطؤ، لكنها أقل نوعا ما مما كان يخشى العديدون على الأسواق المالية. نعم أستاذ سركيس، ماذا عن الليرة التركية؟ يعني لاحظنا حالة من الثبات في أسعار الصرف لليرة التركية مقابل يعني حالة من التذبذبات التي كانت قد طرأت خلال الفترة الأخيرة، تحديدا مع الإعلان عن إصابة الرئيس التركي بفيروس كورونا، وربطها العديد من المحللين بأن هنالك سيكون تذبذبات أكبر للليرة التركية في المستقبل القريب. الآن التذبذبات التي تشهدها الليرة التركية حول 13.5 ليرة للدولار الأمريكي الواحد قد تستمر لبعض الوقت، لأننا الآن نحن بحاجة لمزيد من الدلائل الأساسية المتعلقة بتوجه البنك المركزي التركي، وكذلك أيضا الحالة الصحية للرئيس التركي، وكذلك السياسات المستقبلية في تركيا. نعم. الآن تركيا تعاني من ارتفاع هائل في التضخم إلى 48%، وهذا ما سيجعل المتداولين على الأرجح ينتظرون أي مستجدات من البنك المركزي قبل أن نشهد تذبذب في الليرة التركية كما شهدنا سابقا. لكن في الوقت الراهن قد تبقى التذبذبات ضمن نطاق محدود لحين حصول مستجدات سياسية كانت أو نقدية من البنك المركزي التركي. نعم، ماذا عن الأسواق الآسيوية تحديدا العملات الآسيوية في ظل البيانات التي جاءت معظمها يعني مخيبة للأمال في آسيا وأثرت على أسعار العملات هناك، كيف تتوقع أداها تحديدا الين الياباني الذي لاحظنا يعني ثباته كملاذ آمن خلال الفترة الماضية؟ فعلا استقر الين الياباني ضمن نطاقات عند 115 ين للدولار الأمريكي الواحد. الين الياباني مرتبط بحالة الثقة بشكل عام في الأسواق المالية، لكن هنالك أيضا ارتباط ومعامل ارتباط ملموس ما بين الين الياباني واليوان الصيني. هذا اليوم بدأنا نلاحظ الأسواق المالية تراهن بأن حكومة الصين سوف تتدخل في سعر صرف اليوان الصيني، لأن ارتفاع سعر صرف اليوان بدأ يضر بالصادرات الصينية المتعثرة بالفعل بسبب اختناق سلاسل التوريد. الآن لو تدخلت حكومة الصين لخفض سعر صرف اليوان، لأن خفض سعر صرف اليوان يساهم في تحسين الصادرات، هنا قد يتحرك الين الياباني متأثرا مع اليوان الصيني. بالتالي استقرار الين الياباني هذا اليوم وربما خلال تداولات اليومين المقبلين قد يعتمد على توجهات الحكومة الصينية نحو التدخل في سعر صرف اليوان أو تركه في الأسواق المالية عند مستوياته المرتفعة حاليا، بالإضافة مرة أخرى لبيانات التضخم الأمريكية التي قد يكون لها تأثير كبير على الثقة في الأسواق وبالتالي على الين الياباني. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على هذا الشرح الوافي.